رانيا زعتري موجودة معنا اليوم مديرة المكتب الصحي الإنجابي المقاصد أهلا وسهلا فيك سيد زعتري الجمعة بين الخمسة والسبعة لعين المريسي رح يكون في حدث من النشاطات اللي عم تعملوها كمكتب صحة إنجابية مقاصدية الصحة, الصحة الإنجابية قدية مهمة وليش عم تركزوا عليها وليش فيها الحدث نهار الجمعة آه، مرسي لكم صباح الخير اول شيء وبدي اقول انه نحن المكتب الصحي الاجتماعي المقاصدي هو مرفق من مرافق المقاصد المقاصد الاسلاميه هي عمرها 140 سنه وبناء لحاجه المجتمع انشات العديد من المرافق بمختلف القطاعات ان كانت تربويه او اجتماعيه ومنها صحيه اللي عندها مستشفى المقاصد وبال83 اطلقت مكتب الصحه الاجتماعية المقاصده اللي بنشتغل تحت شعار صحتكم مقصدنا ورسالته الاساسيه هو تقديم خدمات صحيه نوعيه شامله ومستمره وقائيه وعلاجيه لجميع افراد المجتمع بدون اي تمييز واكيد مع مراعاه المعايير الجوده العالميه اذا الصحه الاجتماعيه من ضمن الصحة الإنجابية اللي أنتم عم تركزوا عليها نعم. كمان بهالفترة وهي حملة توعية للشباب بهدف صح. <applause> أه، نحن هذا المشروع بنشتغله على مدار السنة التسقيف هو خدمة أساسية أه من الخدمات اللي بنقدمها ولنقدر نوصل لاكبر شريحه من المجتمع بناخذ عناصر من المجتمع المحلي وهيك بنكون عم نامن الاستدامه بنقل المفاهيم الصحيه م. وتصحيح المفاهيم الخاطئه بندربهم وبنشتغل نحن وياهم لنشر المفاهيم الصحيه السليمه وقدرنا نوصل ل 5000 مستفيد بهذا الاطار وهيدا النشاط هو حصيلة مثل ما قلت العديد من الأنشطة اللي بنعملها بهذا الخصوص بالمجتمع ومن 12 أب كان في اليوم العالمي للشباب ومن وقتها لهلا نحن مع الشباب عم نعمل العديد من الأنشطة بالمجتمع وحبينا نختتم بهذا النشاط الكبير أنه نقدم معاينات مجانية للناس وبنفس الوقت حيكونوا الشباب منتشرين على كل الخط البحري عم يوزعوا رسائل صحية للمارين واضفنا خدمه الاكتشاف المبكر للامراض غير الانتقاليه بفحوصات سريعه لانه هذا الاسبوع صادف هو اسبوع للمرض القلب فحبينا نقدم نضيف على الخدمه اللي بدنا نقدمها هيدا الشعار الصحه الانجابيه قرارنا انا وهي هذا يعني منه شعار اكيد عن عبس وصلتوله ليش وصلتوا لهالشعار له واعتمدتوه له. بكل تجاربنا بالشغل بموضوع الصحه الانجابيه لقينا انه ما ممكن نوصل لاهدافنا الا بشغله واحده أن يكون في مشاركه بين الطرفين لانه دائما مكانه المراه بالمجتمع كانت عم بتاثر على توزيع الموارد يعني ببعض المناطق وببعض الـ الـ البيئات بنلاقي المراه ما عم تاخذ حقها من الناحية الصحية لأن منا أولوية ما بتعطي صحتها أولوية مشان هيك نحن جينا نقدم لها هيدي الخدمات كلها حتى هي ما عندها حق باتخاذ القرار إمتى بدها تنجب أو قديش التباعد بالأحمال أو حتى إمتى توقف عن الإنجاب فدائما بيكون قرار شخص من الشخصين ضمن الشركات فعنا قناعة أنه هيدي قرارات مشتركة لازم ياخدوها حتى عند المجتمع الشاب بلبنان في بعض هال <applause> ببعض البيئات ايه موجوده مشان هيك نحن هيدا التسقيف اللي بنعمله مش بس للناس بعمر الانجاب أكثر من روح لعمر المراهقة، منبلش فيه من كثير بكير لنبني صح ثقافة لن... معينة يعني. 100% لنقدر إن نركز هيدي المفاهيم الصحيحة بعقولهم من قبل ما نوصل لمطرح إنه هن بعمر الإنجاب ويكون القرارات مش مضبوطة بحق صحتهم أول شيء المكتب الصحي الاجتماعي عنده طبعاً كثير من الاهتمامات اليوم عم نحكي عن الصحة الإنجابية بس عامة كيف تواصلكم مع مع الناس وقدرين قادرين بأي مجالات؟ م. المكتب الصحي الاجتماعي المقاصدي بيشتغل بثلاثة شانلز أول شيء في عنا مراكز رعاية صحية أولية منتشرين على مختلف الأراضي اللبنانية أربعة ببيروت واحد بوادي خالد ومركز بكفر حمام بالجنوب وعنا ثلاثة موبايل يونتس اللي هن عيادات نقالة واحد بيشتغل بالبقاع وحاليا عم يشتغل مع المخيمات النازحين وعياده نقاله موجوده بتشتغل بضياع عكار والعياده الثالثه موجوده ببيروت وجبل لبنان بتغطي المناطق اللي نحن ما عندنا تواجد مراكز ثابته فيه. وتالت اطار اللي هو المشاريع اللي نحن بنشتغل على اساسها مع جهات داعمه خارجيه او محليه رسميه بتكون لحتى نوسع دائره خدمات اللي بنقدمها ونوصل لاكبر شريحه من المجتمع. خدماتنا بتكون اكيد كثير متنوعه من وقائيه بنشتغل على اللقاحات بشكل كثير اساسي وهلا خلال 8 اشهر قدرنا نوصل ل 3400 طفل ملقح بمراكزنا بنشتغل على برنامج الصحه المدرسيه واللي نحن بنعتبره برنامج وقائي كثير اساسي على 45 مدرسه في لبنان 33 هن مدارس المقاصد و12 مدرسه رسميه وانا بهذا الاطار بحب اقول انه نحن على استعداد انه نتعاون مع اي مدرسه بتحب تاخذ هيدي من عنا عليها بس تتواصل معنا ونحن مستعدين لاي تعاون في عنا الخدمات التشخيصيه اللي هي بنعملها من خلال تأمين خدمة الفحوصات المخبرية والشعاعية والصور الصوتية في عنا الخدمات العلاجيه وقدرنا نوصل كمان بهال 8 اشهر ل 48500 معاينه موزعين بين صحه لا كلهم في شيء مجاني في شيء شبه مجاني بالمراكز بالعيادات النقاله بتكون مجانيه لا. وبالمراكز شبه مجانيه لا. باسعار كتير متدنيه رمزيه ان كان عن طبيب الصحه العامه، الاطفال وجميع الاختصاصات، اضافه لهذا الخدمه بنقدم خدمه الاسنان، عندنا عيادات متخصصه للاسنان وفي وحده عياده نموذجيه للاطفال موجوده بمركز المسيطبه كمان اللي بحب يبعث اولاده لعنا اهلا وسهلا هي كتير معموله متخصصه للاطفال. يعني عمل جبار وبنعرف أن الحاجه كتير كبيره، نعم. مين بسندكم وعلى مين الاتكال؟ بس بدي اضيف بعد في خدمتين نعم. قبل ما ننتقل لهالموضوع في عنا خدمه التسقيف اللي قلت لك هي بنركز عليها لنساعد المجتمع المحلي انه هو وعناصره هن يتحملوا مسؤوليه تجاه صحتهم ويقدروا ينشروا اكثر المفاهيم واخر خدمه اللي هي خاصه بالصحه العقليه والنفسيه وبنشتغل على اساس افراد تدخل فردي وتدخل جماعي يعني مختلف الجوانب الصحيه طبعا مغتينة. لانه ال... نحن من ارتكزنا على تعريف الصحه العالميه لل... للصحه اللي طلعته بالتسعينات اللي هو مش بس الخلو من الامراض هو آه كمان آه الوقايه منها ومواجهتنا لا وحتى انه مش بس خلو من الامراض الجسديه هي اكثر الاكتمال النفسي والعقلي والاجتماعي هيك بنكون عم نوصل للصحة اللي اللي بالنهاية اللي كمان على نعم. الوضع الجسدي فإذا انتم مثل ما كنت عم عملكم كتير آه كبير عم تغطوا ميادين صحيه آه عديده ويعني الوضع الصحي والوضع الاقتصادي صعب بلبنان آه وبتصور المشاكل الصحية هي أكثر كلفة من أي مشاكل تانية. نحن مشان هيك عندنا كتير شركاء. شركائنا الاساسيين هن وزاره الصحه العامه اكيد لانه بننسق معهم بكل البرامج وهن داعمين لنا بشكل كتير كبير وبحب ضوي على هذا الاطار ببرنامج اذا بدك او مشروع كان هيك نموذجي تجربه نموذجيه مع وزاره الصحه انعملت بمركز وادي خالد تلبية لحاجه المنطقه كان يصير في نسبه كتير عاليه ارتفاع بنسبه الوفيات عند الحوامل لما يولدوا فهن دعمونا في عنا مشروع مشترك ضمن رعاية الأم والطفل من أمن متابعة الحوامل والولادة بالمركز عنا تم تجهيز المركز لتأمين الولادة ومتابعة الأطفال بعدين باللقاحات نوصل ل 380 سيدة سنويا بالولادة رح ناخد وقفة صغيرة ونرجع نتابع إحنا وياك هالموضوع منتابع هابنينج مع سيدة رانيا زعتري مديرة المكتب الصحي الاجتماعي المقاصدي وعم نشوف قدي يعني صحيا المجتمع بحاجة لمساندة وانتو كمان بحاجة لمساندة لحتى تكونوا عم تقدموا كل هال يعني الاشياء اللي عم بتقدموها خلال السنة واللي دايما بتكون عنا حاجة بعد أكبر وأكبر وكنا عم نقول قدي الخدمات الصحية هي من أكثر كلفة يعني عالميا هالشي معروف مين كمان بيدعمكم غير وزارة الصحة في عنا العديد من الداعمين جهات خارجية نشتغل معهم على العديد من المشاريع ومشاريعنا كثير متنوعه يعني هلا نحن مبلشين ببرنامج جديد خاصه بالمسنين رعايتهم ضمن منزلهم نحن بنروح لعندهم بناخذ بنزل الحكيم بعينهم مع الممرضه من لهم العلاج الفيزيائي والمتابعه النفسيه فعنا العديد من الشركاء من مختلف الجهات الداعمه خارجيا رح نشوف فيديو صغير بيعرفنا اكثر على شغلكم ونرجع قصص بتفتش عن الشعور بالامان بدها مين يحملها يركض فيها عتلين همها ويحميها بدها غبرة صغيرة وصوتي قلها ما تخافي أنا حدي والمقاصد كانت حدها قدمت لها أفضل الخدمات من أيام الحرب لليوم كتار من يلي تعلموا بالمقاصد صاروا أطباء وممرضين وممرضات من سنة 1930 صارت مستشفى المقاصد بيتهم الثاني كل ليله بيسهروا مع مريض بيطمنوا بال كل بي او ام خي واخت ناطرين الحكيم يقولوا الحمد لله على سلامته وبيعايدوا مع كل ولد عم يكبر بغرفه العلاج بيفرحوا معه بيساعدوه يكتب احلام جديده بيزوروا كل مريض منه قادر يجي لعنده لو كان باخر زاويه من البيت كتير من المقاصديين تابعوا دراستهم بالتعليم المهني والتقني بمعاهد متخصصه طوروا كل المهارات الطبية وأنجزوا أصعب العمليات الجراحية لإنقاذ الروح الإنسانية هيدي الروح يلي المقاصد انوجدت كرمالها ويلي بتستاهل كل السهر كل الأبحاث العلمية وكل الإنجازات الطبية والحلم صار يكبر ومية قصة وقصة عم تنكتب قصص ناس كبرت مع المقاصد قصص حقيقية قصص إنسانية لأنه المقاصد يعني عمل مستمر والحاجه عم تكتر اكتر واكتر بس عم نحكي عن مواضيع صحيه عن حياه الناس فما في مجال للغلط واكيد انتم عاملين كنترول كتير مهم بهالاطار اكيد بهذا الاطار نحن كمان بهمنا كثير نوعيه الخدمه مشان هيك قلت لك من اهم شيء برسالتنا ذكرناها انه نقدم خدمات صحيه ذات نوعيه مهم. مع مراعاة المعايير العالميه للجوده وبهذا الاطار لنحن نقدر نعمل مراقبه على الخدمات اللي بنقدمها للناس الفنا لجنه من فريق العمل ومن اطباء موجودين بالمراكز عنا وهن بينزلوا دائما بيعملوا تقييم للخدمات عندهم وسائلهم للتقييم وفي متابعة يومية وهيدي اللجنة موجود مع شخص متخصص هو منسق الاعتماد عنا ونحن لهلأ في عنا مركزين حصلوا على الاعتماد الكندي م -م. للشهادة تاعيتو ونقول إن شاء الله المراكز الثانية بطور قريبا أنه تحصل عليها أما المجتمع المدني قد يقدر يكون مشارك أو داعم ان احنا بمشاركتهم بكل الانشطه هذا اللي عم بيكون بس نحن اكيد بنتمنى انه يكون في دعم اكثر حتى مادي او بالمعدات لنحصل ونطور المراكز اكثر واكثر هذا شغله كثير مهمه انه المجتمع يكون كمان حامل مسؤوليته ويكون المسؤوليه الاجتماعيه يعني اولويه لحتى نكون نقدر عم نتابع وقت يعني كثير من الجهود بتروح بمحل ما بتكون يعني هيدا محلة منيحة تروح بمحل يستفيد منه المجتمع شكرا لك ولوجودك معنا رانيا زعتري مديرة المكتب الصحي الاجتماعي المقاصدي ميرسي خلص وقتنا اليوم بام تي في الايف موعد جديد بكرة مع مجموعة جديدة من المواضيع ابتداء من الساعة 8:30 الصباح كونوا على الموعد